لو الحكاية فيها إن فيجو شهيد بالغدر كان ماسك قضية محمد مرسي في الخيانة العظمى بتاع حماس دي، فجاله كذا تهديد قبل كده وبتاع، كان مصاحب عبد الرحيم علي بتاع اللي بيجي في القاهرة والناس ده، كان بيقول له انا خايف وحاسس ان انا هتقتل، قال له خليك معاك سلاحك، قال له سلاحي ما يعملش حاجة، اللي هيضربني يضربني برشاش مش هيضربني بطبنجة، طبنجة مش هتعمل حاجة قدام رشاش، فقال له انا بضحي زي اخواتي اللي ماتوا لغاية نفس يعني هدافع عن البلد، وكان عايز بس القضية بتاع محمد مرسي كان بيقولها اعدام ان شاء الله، يعني هو ده اللي احنا عايزينه مش اكتر، يعني هو ده القصاص بتاعنا، اعدام الاخوان بلتاجي وعصام العريان ومحمد مرسي والشاطر، كل دول ارهابيين من ساعة ما جم هم البلد خرب بصراحة، كل يوم ضابط يموتوا وافراد يموتوا وربنا يستر. انتوا جالكوا الخبر ازاي؟ عرفنا من على التلفزيون، كنت بتفرج على رولا الخرصة وعبد الرحيم علي، عبد الرحيم علي جاله الخبر قاعد يعيط وبتاع، فعرفنا محمد مبروك، عرفنا ابن عمتي مقدم. هو ما ماتش قدام بيته، هو كان رايح الشارع ده ليه متعرفش؟ شغل في العربية درجات بخارية، كل واحد معاه رشاش قاعد يضرب ال 14. انت شفت الجثمان؟ 7 في دماغه والباقي في العربية، ربنا يرحمه. يعني اللي مصوب كان مصوب على الدماغ؟ أيوة. كان ناقص يعني مش مجرد طلق؟ لا قصد كان ناقص. طب انتوا تواصلتوا مع النيابة؟ قالت لكم حاجة؟ قالت لكم التحقيقات المبدئية؟ لا مفيش اي حاجة لسه. لسه. طب انت متأكد ان حقه هيجي ولا هيضيع زي ابو شقر؟ والله السيسي هو الامل في السيسي، لو عدم لنا الناس دي كلها هنرتاح، كل اهل الشهداء يرتاح، ما تعدموش مش هنرتاح. طب هي والدته قالت ان اولاده مش عارفين؟ ما اولاده صغيرين برضه. طب ومراته لما عرفت؟ كان مراته جوه بره في وسط الجنازه بره. طب هي كان اغمى عليها في الصاله؟ اه. هي ما جالها الخبر يعني؟ لما عرفت مش هتعرف. عرفت امتى؟ على حياتها بره. عرفت امتى؟ قلت لها امتى؟ هي مات من بالليل بس عرفت الصبح، تحسبه في الشغل يعني. وانت قلت لها ده مش الشغل؟ لا عرفناها وهي عرفت برضه من قنوات الفضائية. هم ولاد لسه ما عرفوش؟ لا لا لغاية دلوقتي لسه ما عرفوش. وما حضروش الجري؟ لا ما يعرفوش. طلبتوا حاجة من البيبلاوي أو وزير الداخلية؟ زيه زي أنجيل، ما بين ما فيش فايدة يعني في الحكومة بتاعتنا، بين مش هيعملوا أي حاجة يعني. طب وزير الداخلية قال لكم حاجة؟ قال هيجيب المتهمين وهيجيبهم جثث، ما نشوف، جابهم جثث هنرتاح، ما جابهمش جثث ربنا يستر على البلد. طب انت عارف هو كان محمد هيقول ايه لما يستدعوني الشهاده؟ كان قايل معاكم انا هروح اشهد بكذا وكذا، هيروح المحكمه ويشهد انه كان نفسه ينجح القضيه بتاعته تنجح، فقال انا حاسس انها مش هتكمل، قال انه حاسس ان مصر وامريكا هيتفقوا انهم ياخدوا القضيه دي عشان الاخوان ما يتهاجموش. يعني انت ما قالكش نص الشهاده اللي كان هو ولا؟ كان في سريه تامه، ما كانش بيتكلم عن مراته ولا اولاده ولا حاجه.